عامر عبد الله معلق المباراه، معلق مباراه النادي الاهلي والنادي الهلال السعودي. اللحظات اللي عملها كابتن عامر اعتقد ان هي كانت لحظات جميلة جدا، ودخل قلوب كل مصري وكل أهلاوي، كل مصري وكل أهلاوي. قال كلام كتير جدا، يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إن هو قال كلام قد إيه الناس كانت مبسوطة بيه، وقد إيه الناس كانت فرحانة بيه، وقد إيه الناس، أنا عرفت ناس دمعت من كتر ما هذا الرجل قال كلام كتير. يعني أنا كتبت الكلام علشان، ودي طبعا لقطات معانا. مصر حبيبتي، تعلمنا منذ طفولتنا على أيدي المصريين، تدريب اللاعبين على أيدي المصريين، كل شيء في وطني بكل فخر واعتزاز ستجد عليه بصمة المصريين. هكذا علمنا زايد حب المصريين، لم نحبهم من فراغ، الدم واحد والمصير واحد ودائما مشترك واحد، وسنعيش للأبد معا. بهذه الكلمات عبر المعلق عامر عبد الله عن اعتزازه بمصر وشعبها. قال أيضا مش كل لاعب يبقى الخطيب، ولا كل من لعب كورة يبقى الخطيب، ولا كل نادي يبقى الأهلي. بجد يا جماعة، هو كل من لعب كرة القدم بقى النادي الأهلي؟ عامر عبد الله قال كلام كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم، دخل كل قلوب المصريين والأهلوية. والعريس معانا اهو، مستر بيتسو موسيماني النهاردة العريس الحقيقة، بيسلم على كابتن او استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. وطيب والله كابتن عامر معانا، طب كويس جدا، هتقولنا كابتن عامر. يا اهلا وسهلا، وشرف كبير لي اني اتواجد في قناه الاهلي ومعك يا كابتن اسلام. حبيبي منور، وبجد انا شخصيا دمعت النهارده وانا بسمع كلامك الرقيق والجميل عن المصريين وعن مصر الحقيقه، ومصر والامارات دائما شعب واحد، وده مش غريب عليكم الحقيقه. انا بنزل الامارات دي بحس ان انا، والله العظيم ما بقول كده عشان انت معايا، انا بحس ان انا وانا جوه الامارات او لما بشوف حد اماراتي ان انا جوه بلدي، مفيش اي اختلاف، اللغه واحده والحب واحد، والحب بيطلع من عينين كل اماراتي والله العظيم. والله يا كابتن اسلام، اول شيء انا شاكر لكم الدعوه الكريمه، وهذا غير مستغرب عليكم. وانتم شعب عظيم عظيم، يعني الشيء البسيط على قولتكم يبان في عينين الواحد، يبان في محيى الواحد. مصر بلد الطيبين، بلد ال 100 مليون طيب. مصريين حاجه في حياتنا اساسيه. احنا كلنا اشقاء عرب وكلنا اخوه عرب، ونفرح بكل انجاز عربي. لكن سبحان الله، اللهجة المصرية وطريقة التعبير عن الفرحة تجدها بسهولة وبسيطة جدا. الحالة اليوم اللي أنا فيها، يعني يمكن أنا أكثر من النادي الأهلي اليوم. أنا اليوم ردود الأفعال اللي وصلتني هذا شيء فوق الخيال. يعني بصراحة في 20 سنة في هذا المجال، اليوم يعتبر بالنسبة لي من الأيام اللي اتباهى فيها وافرح فيها وارويها اولادي واقول شوفوا تقدير الناس كيف. انا سعيد جدا، لذلك لساني يعجز عن التعبير. مصر بالنسبه لنا يا كابتن اسلام مش منتخب ومش كوره، مصر بالنسبه لنا حياه وتاريخ وكاريزما وظهر وسند وعز وكل كلمات الفخر. مصر هذا الوطن العظيم اللي يرفض سبحان الله على كل الظروف وكل المتربصين، يبقى شامخ، يبقى واقف، يبقى المصري بابتسامته، يبقى المصري بعفويته. يعني شيء هذه البلد ما تنوصف. اذا احنا العرب شهادتنا مجروحه في اشقائنا، شو اللي يخلي الاوروبيين والناس هذول يجون ويروحون الحسين ويروحون الاماكن البسيطه هذه؟ ليش؟ يشوفون شيء ما يشوفونه في العالم كله. يعني مصر لا توصف بكلمات معلق ولا توصف بوصف مباراة، لكن يعني حتى الأغاني الوطنية المصرية تؤثر في قلوبنا. يعني أنا لما أروح مصر يعني لازم أسمع صوت شادية وهي تقول ما شفش الولاد السمر الشداد أصل ما عداش على مصر. شوف الكلام، شوف التعبير، شوف الروح المصرية يا أخي.
الانسان عباره عن روح، عباره عن مشاعر، حياه بلا حب لا تستحق يعني ان الواحد يضيع من خلالها حياته. لكن بالحب نحيا، بالحب نزدهر، بالحب نبني، بالحب. اليوم اي خبر عن مصر هو خبر لنا، اي انجاز لمصر هو انجاز لنا. اليوم لما نسمع العالم المصري في الدولة الفلانية، البروفيسور المصري في الدولة الفلانية، صوت أم كلثوم أخذ كذا، ومحمد صلاح عمل كذا، فهذا كله لنا. مصر كل العرب. لا تعتقدون يا المصريين أن مصر للمصريين فقط. نعم. مصر كل العرب. والعرب أنت تشوفهم في شوارع مصر بمختلف الجنسيات، رغم أن أكبر تعداد سكاني، ولكن مع ذلك كل جالية تلجأ إلى مصر تلقى المكان وتلقى المعيشة وتلقى الاحترام وتلقى وتلقى وتلقى. هذه عظيمة، مصر عظيمة، ربي خلقها عظيمة. نعم بالفعل مصر عظيمة وستظل دائما عظيمة، ولكن تظل عظيمة بوجودنا مع بعض وبالاتحاد العربي الدائم مع بعض، مش كلام ولكن كل الكلام اللي حضرتك قلته ده يا كابتن عامر، صدقني كل المصريين بيتبادلوا نفس هذه المشاعر ونفس هذه الأحاسيس مع كل الإماراتيين ومع كل العرب الحقيقة. ولكن اللي احنا أنا بص حضرتك كمان اللي أنا بسمعه عن استضافة الإمارات لبعثة النادي الأهلي، كمان أنا بيجي لي بقى الأخبار كل يوم وصبح ودور وبالليل بيتقال لي الأخبار إيه وإيه اللي بيحصل والإماراتيين بيعملوا إيه مع المصريين أو مع النادي الأهلي هناك. لا بصراحة كل التحية وكل التقدير وكل حاجة حلوة بالحقيقة، الحقيقة يستحقها الشعب الإماراتي يا كابتن عامر. أولا النادي الأهلي جاء إلى أرضه وإلى وطنه، وأنت شوف الجمهور كيف حاضر. نعم. هذا جمهور الأهلي المصري المتواجد في الإمارات. المتواجد في الإمارات. يعني أنت شايف المدرج النهارده كله لونه أحمر. الحمد لله. تمام؟ دول جابوا التيشيرتات منين؟ أنا مش عارف، إحنا ما عندناش متجر للنادي الأهلي. ولازم النادي الأهلي يعمل له متجر. لا ما تقلقش، ما تقلقش، كل ده ما تقلقش، جمهور الأهلي يعمل أي حاجة. بصراحة دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأهلي جاي وهو كبير إفريقيا. نعم. وهو سيدها الأول. نعم. الأهلي جاي بإعلامه، بجمهوره، بنجومه. نعم. الأهلي هو المصري اللي ما ينكسر لشيء، رغم الظروف، إصابات، تداخل البطولات، إرهاق المنتخب المصري اللي جله من النادي الأهلي. ما حدث للنادي الأهلي الفترة الماضية. من ظروف استثنائيه. يعني اوكلاند ترى انسحب من البطوله. نعم. اوكلاند موجود كان البطوله وانسحب من البطوله. وما عنده المشاكل اللي عند النادي الاهلي. مع ذلك انت تشوف كبرياء هذا النادي، لا يتكلم على اعذار، لا يتكلم عن غيابات. الاهلي هو الاهلي، الفانيلا الحمراء في الملعب. فعلا. الفانيلا الحمراء في الملعب. اليوم لما ندخل يعني لما انت تقول لي الاستقبال والضيافه، هذا نلقاه في مصر واكثر، اذا جيناها ضيوف نلقاه في مصر واكثر، فلذلك نحن في كل الاحوال مقصرين. لكن انا اقول الاهلي مكسب كبير لاي بطوله يشارك فيها. الاهلي لما لعب في اليابان جمهوره موجود، الاهلي لما لعب في دول مختلفه جمهوره موجود في كل مكان. لما اليوم انا اشاهد بين جماهير الاهلي، لان مكان التعليق اليوم يعني في مكان مفتوح. مظبوط. فالناس رايحه جايه، مش كلهم مصريين يا كابتن اسلام، مش كلهم مصريين اللي بتيشيرتات الاهلي. جماهيريه الاهلي جماهيريه عالميه. فيهم الاماراتي وفيهم الخليجي وفيهم الكويتي وفيهم والله العظيم اللي انا مقابل اليوم واحد بتيشيرت الاهلي، يا سعودي يا عماني، وصل لعندي بتيشيرت الاهلي اقول له مبروك، تفاجات من لهجته. ايوه. احسبها مصر. الأهلي قاعد يجتاح وقاعد يقدم مكاسب مفهوم كبير جدا. الروح اللي يلعب فيها، الإصرار اللي يلعب فيه. لماذا هذا النادي لا يغيب عن البطولات؟ لماذا لا يغيب عن الإنجازات؟ السر بالانتماء، السر بأن الأهلي فوق الجميع. أنا ما شفت أي لاعب أهلاوي يقول أنا يقول الأهلي الأهلي الأهلي. هذا الشيء اللي لازم نعمم. أي فريق يريد أن يصبح كبيرا علينا نحتذي بما يفعل الاهلي. فعلا يعني شيء محترم. نادي لا يخرج عن النص. نادي ما تشوف حاله تسيب للاعبين. نادي ما تشوف تصريحات اداريه سابقه تضرب اداريه حاليه.
اهلي صالح سليم، اهلي محمود الخطيب، الاهلي هو الاهلي. فلذلك الاهلي قيمه كبيره جدا في اي بطوله يشارك فيها. كابتن عامر معلش خليني اخدك للمباراه النهارده شويه، يعني شفت المباراه ازاي في ظل ان نادي الهلال واحد من اهم واكبر الانديه العربيه وزعيم اسيا، وبالتالي شفت المباراه ازاي في ظل ان النادي الاهلي كان ممكن اربعه وكان ممكن يبقى النتيجه اكتر من كده؟ نعم، قبل المباراه الترشيحات كانت تشير بفوز الهلال. مظبوط مظبوط، الصفقات التي ابرمها الهلال في الفترة الماضية وصفقات مليونية قوية جدا. الفريق جاهز لبطولة كأس العالم للأندية، مهيأ له المناخ. يفتقد الأهلي لبعض هذه الجوانب، ولكن أعتقد أن الخطأ الكبير الذي وقع ممكن حتى من بعض محبين نادي الهلال هي التقليل من قيمة المباراة بعد الأداء الكبير أمام تشيلسي للهلال. الأندية الكبيرة مثل الأهلي لا تستفزها ببعض التصريحات اللي تشعرها يعني ان الفوز في المتناول والفوز سهل. وممكن هم دخلوا بهذه البرمجه، طبعا الهلال السعودي الشقيق نقول له حار لك ومعوض خير ان شاء الله فيما هو قادم. نعم. لكن من الثانيه العشرين الاهلي افتتح هجماته. من الثانيه عشرين. ايوه هذا 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 معناته تحضير نفسي على اعلى مستوى. كابتن اسلام انت ادرى مننا وانت كابتن كبير وانت تعرف هذا الكلام. مظبوط. فريق عارف هدفه في المباراه. قبل حالات الطرد الاهلي متفوق بشكل واضح. زادت حالات الطرد واستمر الاهلي وقدم بالذات الشوط الاول شوط تاريخي لا ينسى لا ينسى. مظبوط. اللعب، التكتيك، التكنيك، الثنائيات، الثلاثيات، تبادل المراكز، الخطورة، أداء مبهر، أداء مبهر. أصعب سؤال اليوم ممكن تسأله أي إنسان، من نجم المباراة؟ الأهلي بأكمل نجم المباراة. مظبوط. صحيح، يعني شيء جاي صراحة اليوم. مباراة للأهلي هي أجمل مباراة له في تاريخ مشاركاته. مزبوط. نعم لديه ست انتصارات سابقة واليوم الانتصار السابع، لكن تتكلم على فريق فاز سبع مباريات من اصل 18 مباراه في كاس العالم للانديه. ونحن نعلم ان كاس العالم للانديه الظالمه في حق افريقيا واسيا وتريح فريق امريكا الجنوبيه وتريح اوروبا، ولكن شفت الاهلي لعب ازاي وقدم ومتع يا اخي، وكان الاهلي اليوم خد البطوله رقم 143 ولا 144. مزبوط. شوف جمهوره كيف في التفاعل يا رجل، الهدف الثالث أنا أشوف الجمهور هذا اللي خلف المرمى هذا في حتة ثانية، هذا موضوع ثاني، يعني حالة من التحفيز حتى أنت كمعلق تأثر عليك وعلى نبرة صوتك. كان واضح عليك جدا، كان واضح عليك جدا. أنا في حالة انبهار بصراحة. أيوه. المستوى والأداء والرغبة والالتحام والقوة والشخصية. ودائما احنا زمان نسمع من كنا صغار روح اللاعب المصري. روح اللاعب المصري اليوم شفناها بعينينا. أيوة. شفناها في كاس افريقيا مع منتخب مصر، يعني الظروف اللي واكبت المنتخب المصري او النادي الاهلي هذه مش ظروف طبيعيه. لا في تنظيم الكاميرون ولا في ظروف الغيابات اللي على النادي الاهلي. مظبوط. فين المصريين طلعوا لهم اعذار؟ ما طلعوا اعذار. واجهوا الواقع. محمد صلاح في قمه الدلع في 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 بريطانيا الى يتسبحوا بجركل. ايوه ايوه، ما قالش لا انا محمد صلاح ولا انا استلم كاس، قال انا مصري ولا انا مصري تحت العلم. صح، كله تحت العلم. صح. مصر مدرسه، مصر مدرسه مدرسه بصراحه، يعني الحالة التفاني هذه، هذا وانت بين قوسين عندك الدوري المصري لا زال مستوى منخفض وفيه سوء تنظيم ولا زال متراجع، ونتمنى اليوم اللي اشاهد فيه الدوري المصري يرتقي لمستويات عاليه. لا، الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله مع وجود رابطه الانديه اعتقد الامور هتتغير تماما. يا رب يا رب، احنا نفسنا، يعني انا ازعل وافرح في نفس الوقت لما اشوف السوبر المصري هنا واشوف الجماهير المصريه واشوف في مصر ممنوع الحضور الجماهيري. لا يعني هذا الجمهور، يعني انت المفروض تفرش له الارض ورد، لان هذا يحيي لك اي مسابقه.
انا بقول لحضرتك تم اتخاذ خطوات فعليه، يعني دلوقتي 5-6 آلاف واحد بيبقوا موجودين في مباريات الدوري، وان شاء الله خلال الفتره القادمه هناك وعد بزيادتهم ل 10 و15 و20 ان شاء الله خلال الفتره القادمه. رجعوا لنا استاد القاهره وال 100,000 ان شاء الله في ماتش السنغال يبقى فيه ال 100,000، وان شاء الله تعلق عليه برضو يا كابتن عامر ماتش مصر والسنغال. اتشرف اتشرف، واذا ما كانش عندي تعليق احضر في الملعب. والله يا كابتن يعني ده شرف لينا، واحنا سعداء بيك جدا 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 النهارده، واحنا هنا هنستقبلك وهناخدك الملعب وهتقعد في وسط جمهور مصر وفي وسط جمهور النادي الاهلي، لانك بالفعل دخلت كل قلوب الاهلاويه وكل قلوب المصريين يا كابتن. ربنا يسعدك، وهذا شرف كبير لي، وانا سعيد جدا بالتواجد معاكم، ودائما ودنا نشارككم في افراحكم وفي انجازاتكم، وكل ما يفرح مصر يفرحنا. يكفي مقوله الشيخ زايد قال حينما تكون مصر في عزها وفي قوتها فالامه باسرها عزها وقوتها، هذه قيمة مصر. ربنا يخلينا البعض دايما، ربنا يخلينا البعض دايما مصريين وإماراتيين. مصر والإمارات تظل دائما بلد واحد وشعب واحد، ودايما دايما كل الإماراتيين في قلوب كل المصريين. أنا بشكرك جدا 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 يا كابتن عامر على هذه المداخلة، وكلام محترم جدا وكلام جميل جدا، وهذا هو الفارق ما بين المحب من قلبه وأي حد تاني. زي ما حضرتك سامع بنفس النبره اللي كان بيتكلم بيها كابتن عامر في المباراه بيتكلم النهارده معانا، بيتكلم مع كل جمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، بيتكلم مع حضراتكم بنفس النبره، تحس في نبرتهم الحب، تحس في نبرته ان هو كلام من القلب مش تمييز ولا ضحك على الدقون. عشان كده احنا مصدقينه، وعشان كده احنا بنبقى سعداء لما بنسمعه او لما سمعناه النهارده. وهو راجل، تخيل ان كابتن عامر بقاله 20 سنه بيعلق، هو كلامه مش كلامي، 20 سنه بيعلق، يقول لك انا الموضوع اتغير بالنسبه لي النهارده بعد مباراه واحده بس لجمهور الاهلي او مع جمهور الاهلي او للنادي الاهلي.